ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب والله ما جيت جنبك. ايه اللي انت بتعمله؟ والله ما جيت جنبك. ايه ده انت بتعمل؟ ايه العرف ده؟ معقول يا حسن ده انا لبان انا اللي جبتك معايا؟ ايه ده يا عم؟ والله العظيم شعرك شبك في الحلقه في مسلسل كوره. خلاص بقى يلا بقى قدامي يلا. الله يلا. اتأخرت ولا حاجة على ما مش عرفت اجيلك. يا لهوي سانشاين اون ذا نايت. بصراحة بقى انت ايديك تقيلة قوي. ولا تقيلة ولا حاجة، انت زودتها خالص. هو كان هياخد باله، كنت عايزني اعمل ايه؟ سيبك انت، عليا النعمة انت منورة الدنيا. انا بصراحة متفائل بيكي جدا جدا. بص بقى انا عايزك تاخدي راحتك خالص وتنتشري في الشقة كده، شقة شرحة وبرحة هتعجبك قوي. عندي انا بقى في الاوضه دي سرير خشب زان، انما ايه اصلي يريح الجته ويرم العظم كده ويخليك تحلمي احلام ما حصلتش. اه والله ما تيجي بقى. يا حسني لسه بدري على الكلام ده؟ لا بدري ولا حاجه. معلش ما نسيت اضيفك، تشربي ايه؟ حشيش ولا بيره؟ بيره فعلا، بيره مشروب العصر. اتفضلي. أسد حبيبتي. ما تقولي بقى بصراحة ومن غير لف ولا دوران عليا. ألف وأدور عليكي ليه؟ أنا ماليش في الكلام ده. على فكرة بقى كل الناس فاهماني غلط. أنا الوحيد اللي في العالم ده اللي ماشي دغري. يعني مثلا لما عاوز حاجة أعملها على طول. آه مثلا هو أنا ما جبتش معاكي من الآخر وقلت لك يلا على الشقة؟ ما قلتلكيش أم عيانة تعالي زوريها ولا أبويا في الجيش؟ صح؟ عمرك شفتي صدق أكتر من كده؟ لا خالص، بس أنا عايز أعرف هي عليا دي تقرب لك إيه؟ بنت عمي. أصل أنا جدي كان نسوانجي وأنا بقى طالع له كل شوية يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق، بقى ليها في كل حتة بنت عم بنت خال كده يعني منتشرين. بس قولي لي أنت إيه علاقتك بإيهاب؟ إياب انت عرفتيه ازاي؟ ايه اللي بينك وبينه؟ ما تقولي انتوا عايزين ايه بالظبط، وانت بالذات ناوي على ايه وانا معاك. شوفي الدنيا دي ملهاش امان، لا اب نافع ولا اخ نافع ولا ابن عم نافع. الحاجه الوحيده اللي نافعه هي الفلوس. يعني ايه؟ يعني انا لا يهمني عاليه ولا يهمني غيرها، انا كل يهمني الفلوس. عايز اطلع من هنا وانت والباشا بتاعك هوب خلاص هتعملوا عملية جديدة، وانا عايز اعرف هي ايه وابقى معاكم. بس عالية دي مش هتسقط لك عشان خاطر صاحبتها. سيبك من عالية دي. عالية دي احطها في جيبي. عارف عارف انا جيت لك هنا ليه؟ عشان انا عارفة ان انت ذكي مش هتستغبى عليا، مش هتلف وتدور. بس انا مش هقولك على حاجة خالص لحد ما تثبت لي ان انت مش هتلعب من ورايا. وانا اثبت ده ازاي بقى؟ أنا هبقول لك تثبت ده ازاي. ألف سلامة عليك، ألف سلامة، ألف القهوة بتاعتي بسرعة. شكلك تعبان. ما نمتش كويس طول الليل. ألف سلامة عليكي. أنا عارفة إن السهرة امبارح كانت متعبة، بس حبيت أجي أقول لك آسفة لو كان حزني ضايقك. معلش هو على طول كده زنان.
اصله طول عمره بيموت في الستات الحلوه. حصل خير، بس انا كنت طول الليل بهدي ايهاب واقول له ان اللي حصل ده ما يستدعيش خالص اللي هو عمله، بس انا كان لازم اوقفه عند حده عشان ما يسوقش فيها. واكيد طبعا ايهاب ما سابكيش. لا خالص، ده هو روح بسرعه عشان خاطر كان وراه ميعاد مهم جدا. هو حسني ما كلمكيش؟ لا. ولا انت كلمتيه؟ هو انا اكلمه ليه؟ على العموم هو باعت لك معايا هديه ومستني تكلميه عشان تقولي له رايك ايه. عن اذنك. ساعه على مين يا بنت؟ ده انا صيح ساعه متكلفه. ده انا همشي اشهر شعري بس ب 250 جنيه عند الصغير. لا والله؟ اه والله، اصل الكبير بيعمله ب 400، قلت العمليه مش مستاهله بقى خليها عند الصغير. خرابة على دي بلد. كاميليا، انا اول ما صحيت من النوم قلت لازم اجي اشوفك. ايه؟ عجبتك الهديه؟ انت واحد سافل. ده ليا الشرف. وبعدين الدنيا دي ما تسعش غير واحد سافل، واحد حاقد، واحد شرير. على فكرة أنا عملت لك ألبوم سوا، أنا عارفة إن أنتي تحبي تحتفظي بالحاجات دي أوي، مش كده؟ وسيم باشا! وسيم باشا! إيه يا باشا؟ شفت بقى؟ عرفت بقى إن أنا هتظبط عليها ساعة الجامعة؟ أنا زعلان منك بصراحة. زعلان مني أنا؟ ليه آه. بس؟ يا باشا أنا هقعد أدور عليك وأجري وراك عشان أشوفك ولا إيه؟ إحنا مش صحاب يا برنس. تعالى يا حسن، تعالى. إيه الشياكة دي؟ أكيد سينيهات بقى وماركات ومقضية. ما هو انتي لو تقولي لنا انتي واللهبه اللي ماشيه ورا ده بتعملوا ايه؟ كانت كل حاجه اتحلت ومشيت تمام. انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انا هيني اتجننت ولا ايه؟ يا اخي بتوديني وتجيبني هتجنن؟ يعني مش كنت نزلتك وخلصت كان بقى احسن؟ أنا بعيني اتجننت، أنا سلبني. يعني يا ترى دلوقتي هو هيقول عليا إيه؟ مش عارفة، هشوفه تاني ولا خلاص كده مش هيبقى موجود في حياتي. يا رب يا رب، ليه؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه كل ما حاجة حلوة تحصل في حياتي تتاخد مني؟ ليه يا رب؟ ليه؟ هو أنا إيه؟ مش عارفه، يعني هفضل كده في الدنيا تلعب بيا شمال ويمين لحد ما تخلص عليا؟ يا رب يا رب ريح قلبي بقى، يا رب ريح قلبي.